بثت قناة العربية الإخبارية الجزء الثالث والأخير من وثائقي مع بندر بن سلطان، والذي كشف فيه النقاب عن أحداث تجلت فيها المواقف السعودية والخليجية من دعم القضية الفلسطينية، ليعري الأمير مواقف وتصريحات القيادات الفلسطينية ويكشف عن المتاجرين بالقضية والمتخاذلين عن دعمها. المتاجرون بالقضية الفلسطينية والمتخاذلون عن دعمها وجدوا أنفسهم أمام حقائق تاريخية أوردها الأمير بندر بن سلطان في شهادته التاريخية حول الموقف السعودي والخليجي من القضية الفلسطينية، ليعري الأمير مواقف وتصريحات القيادة الفلسطينية في ثلاثة أجزاء من وثائقي مع بندر بن سلطان. قالوا لي بس في مشكلة ثانية. وش هي؟ قالوا وزير الخارجية أوريك كأنهم يتهربون من الحل، كأن ما يبون شيء يحرك أمورهم عشان يخلص الشعب الفلسطيني من محنته. قالوا الوزير الخارجية القادم كان كولين باول توها، وكان تقليدي يعطونه مكاتب في وزارة الخارجية يبدأ يحضر نفسه عشان يستلم الوزارة بعد إذا القسم الرئيس الجديد. قالوا بلغنا أنه استقبل وفد إسرائيلي. كيف من هالحين هذا انحياز؟ طلبنا حنا وقالوا لنا لا ما عنده وقت يشوفنا. دحوا. قلت لهم يا ناس كولين أنا أعرفه شخصيا زين، وأنا متأكد أن نظرته ما حتكون سلبية لكم، لكن لا تحجروا. ما بعد صار وزير خارجية أصروا. اتصلت بالوزير المنتخب أو المعين باول، وتمنيت عليه انه يا اخي قابل الاخوة الفلسطينيين، ما دام قابلت الاسرائيليين يعني حيكون شكلها ما هو ايجابي. فكر شوي قال لي طيب خليهم يجوني، بس ربع ساعة وبس. قلت دقيقتين، انبسطوا وراحوا شافهم رجعوا. المواقف السعودية تجلت دائما في حفظ القضية الفلسطينية وحفظ كرامة قادتها، إذ إن توقف مباحثات مدريد بسبب الكوفية الفلسطينية كان وشيكا لولا التدخل السعودي. يكلمني الملك عبد الله يرحمه، الأمير عبد الله، وقال لي إن أبو عمار في واشنطن وإنه طلب وتمنى علي إنك ترجع واشنطن عشان تكون معهم. قلت طال عمرك إذا كانوا متفقين ما احتاج أنا أكون معهم، وكانوا مختلفين أنا عندي شعور إنه ما وجودي ما حيكون له تأثير. قال لي والله عاد هو أبلشني. فقلت له طيب، وإني أنا نسقت مع حسني مبارك الله يرحمه إنك أنت وزميلك السفير المصري تروحون تشوفون أبو عمار وتشوف. وصلت رجعت من أسبن و التقيت مع أبو عمار في بيتي، هو أنا وياه والسفير المصري، وحكينا عن الموضوع والأخري وإنه شاكر ومقدر ها وكيف أموركم، أمورنا ماشية طيب، في بس تفاصيل صغيرة، بكرة الصبح عندنا اجتماع في البيت الأبيض وبعدها يصير الإعلان. سفير المملكة السابق لدى واشنطن الأمير بندر بن سلطان أكد أن ياسر عرفات قال له إنه كان يريد الموافقة على كامب ديفيد لولا تدخل بعض الأطراف المعرقلة. وفي يناير، أول يناير، صار اجتماع بين أبو عمار وكلينتون اللي فيه عرض العرض النهائي. اللي أوفى في تصوري أنا كان ممكن يغير شكل الخريطة كلها، والفلسطينيين كانوا مقتنعين فيه، لكن جاء من أقنعهم أو هذا عدم التوفيق اللي الله أعطاهم، إنه يمكن لأنه بوش الابن هو ابن بوش، ويقال إن بوش صديق للسعودية كثير، والابن كذلك بيكون صديق، ليش حنا نعلن الاتفاق على عهد رئيس منتهية ولايته، نعمل اتفاق نرفضه ونوقفه وبعدين يجي الرئيس الجديد ناخذ الاتفاق اللي ما له. بلغت الأخوة الفلسطينيين إن هذا المفهوم خاطئ.
وحول الدور الإيراني المتاجر بالقضية الفلسطينية تساءل الأمير بندر بن سلطان عن كيفية تحرير القدس من قبل طهران، فهل تحررها بالحوثي أم بحزب الله؟ تركيا تحتل ليبيا وتبي تحرر القدس بأنها تسحب سفيرها من أبو ظبي. إيران تبي تحرر القدس عن طريق الحوثي في اليمن ولا عن طريق حزب الله في لبنان وسوريا؟ الأمور واضحة. تبقى هذه السلسلة الوثائقية شاهدة على ما كان يدور في أروقة السياسة ومؤكدة على الدعم السعودي والخليجي للقضية الفلسطينية في وقت يتاجر بها من يتاجر ويتنصل عن دعمها من كان متخاذلاً.